ما راح يرفع من شكله، لانه هو شويت، فحاول يلعب له كره على المرمى، شايتها ويد حاره المرمى، تطيح من حاره المرمى، جول جول، يا سلام عليك الانصاري، وبكعبه طالت الكره وطاحت من الحارس وكعبها على طول، جول في الدقيقه 8، في الدقيقه 8 القادسيه تقدم، القادسيه تقدم من كره رجعت من حاره المرمى وبكعبه لعبها فهد الانصاري، كره على طول شايتها فهد، محمد فهد، شوف المتابعه، لازم متابعه طبعا المهاجمين، فاشترك المدافع مع الحارس، المدافع طبعا اشترك، هو حاول ما لقى فنيله صفراء، لاعب الجهره، شوف لاعب الجهره هو اللي اشترك مع بكعبه فهد، جول طبعا في ذكاء الجول بكعبه لانه اسهل والمرمى فاضي، فسجل هدف التقدم للقادسيه، وقلنا احنا الهدف الاول يعني بالنسبه 11 دقيقه يعني هذه ممكن تكون المجبد ينفرد، ممكن ينفرد، ممكن ينفرد، وانفرد المجبد، الله، مو انا اللي مباصيله، هو ينفرد، هو ينفرد بكره واضحه، بكره واضحه بينيه، بكره واضحه بينيه، حلوه التمريره، حلوه التمريره من محمد فهد، حلوه التمريره، او من فيصل عجب، فيصل عجب، ممكن فيصل عجب، حلو، انت لك نص جول وسعود المجبد نص جول، تمريره حلوه، تمريره حلوه، شوف المجبد، شوف، او فيصل عجب هو اللي حطها، فيصل عجب حلو اللي حطها، فيصل عجب، سلام عليك يا فيصل، انا توقعت المجبد ينفرد، المجبد هو اللي منطلق ما شاء الله، يعني سعود اطول صحيح، لكن شوف، سلام عليك يا فيصل ويا سعود، يعني ايضا تمريره حلوه كانت، ومن شوف، شوف الميلان علشان يتأكد الوظائف، خصوصا الوظائف العسكريه اللي هي جدا 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 مهمه، ونأكد، وهذه الجدا شوفوها، شوفوها، الله، محمد فهد، محمد فهد يقول غزلت، واحد والثاني والثالث تبون، قال شوت، جول جول جول، والمجمد الظاهر راح يطلع، المجمد الظاهر، هل الاصابه المجمد سعود؟ هل الاصابه محمد بالدقيقه 39 او الدقيقه 40؟ دقيقه 40، دقيقه 40، دقيقه 40، دقيقه 40، ويحيون سعود المجمد ايضا، لاعب، شوف هذا، شوف مخر بعد عنا، شايت بالزاويه، دقيقه 40، بدر صالح الشيخ الى بقى، يا سلام عليك، خلاص خلاص، كافي 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 كافي، خلاص خلاص، يقول سويتوا اللي عليكم القادسيه، وكملها الجهره، حلوه، ملعوبه ملعوبه الكره، حلوه للقادسيه، الرابع بدر مطوع مع مع صالح الشيخ نقلتين، وفي الدقيقه 56 او 57 من المباراه، و11 من الشوط او 12 من الشوط الثاني، خلينا نقول 11 من الشوط الثاني، راح يطلع الان محمد فهد، راح يلعب عبد العزيز المشعان مكانه، عبد العزيز المشعان، بدر مطوع، شوف المدافع صدها ولمست وجه وجه اللاعب الحارس اللي راجع يغطي، طبعا طبعا كره سريعه وقويه، شوف حلوه التمريرتين هني، لازم يبتعد عشان الحارس امامه، فهني حارس المرمى خلاص، شوف اللاعب حاول حط ايده وحتى بشكل حلو اللاعب الجهر عشان ما تلمس ايده، لكن لمست بجسم الكره وتلمس بوجه حارس المرمى وتسجل هدف في الدقيقه 56، 56 من عمر المباراه، الوظائف خصوصا الوظائف العسكريه اللي هي جدا 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 مهمه، ونأكد، وهذه الجدا شوفوها، شوفوها، الله، محمد فهد، محمد فهد يقول غزلت، واحد والثاني والثالث تبون، قال شوت، جول جول جول، والمجمد الظاهر راح يطلع، المجمد الظاهر، هل الاصابه المجمد سعود؟ هل الاصابه محمد بالدقيقه 39 او الدقيقه 40؟ دقيقه 40، دقيقه 40، دقيقة 40، دقيقة 40،
يحيون سعود المجمد ايضا لاعب. شوف هذا شوف مخر بعد عنا مشايت بالزاوية دقيقة 40. الحقيقة ما تحملها لكن ان شاء الله انهم يكونوا بافضل حال. يعني كرة ملعوبة طويلة ولد عليك يا المشعان بدر متقدم الحارس لوب 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 يا سلام عليك. طبعا اقوال الفكر غير عن اقوال الشوت، اقوال الشوت غير عن اقوال التمرير. التمريرات جول حلو. الدقيقة 61 سلام عليك عبد العزيز المشعان، عطاك بدر كرة قال لك قول، قال انت رديتها قلت سددت الدين اللي علي. كيفك كيفك خلاص بدر في الدقيقة 61 دقيقة 61 يعني بعد الهدف بدر، بعد هدف بدر سجل بدر طوع، بعد هدف المشعان سجل بدر بتقدم. سلام عليك كرة حلوة ما يقدر الحارس شو يسوي انفراد. شوف المشعان شوف يا سلام عليك. هاي التمريرات اللي دائما نقول الباصات الحلوة حلوة، الباصات الحلوة حلوة حلوة ايه هي اللي يستمتع فيها الجمهور. احمد الظفيري عبد العزيز المشعان ضاري سعيد ضاري في الجهة الثانية اكيد الجهة الثانية اكيد الجهة الثانية اكيد يا يا بدر يا ضاري انت اللي صنعت الهدف لان الجهة الثانية صحيح الجهة الثانية صحيح. وبالفعل بدر على الطاير شلون حطها حطها على الطاير الله حلو. شوف ضاري يا سلام عليك وبدر وبدر بشباله نبي كل مبارياته بعد ايضا الكل. شوف بالفعل بمنتهى الروعة منتهى الروعة يعني شوف الرفعة شوف الرفعة. مباراة لما يكون فيها رفعات مثل هذه تشجيك وقول مثل هذا يمتعك يا سلام. شوف 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 الدقيقة 73 لما يتقدم يعني ماسك الدفاع ويا عبد الرحمن العنزي بشكل أيضا يعني صحيح الجهرة ما يعني ما نقول إن ذيك الخطورة ناشئين أغلبهم إنما يعني مسكرين بأي تمريرة توصل إلى الأنصاري بعد ما لعبت من صالح الشيخ. يا سلام عليك أنت عوضتها في الجيم الأول لما قلت لك العبها لوب ما سمعتني واحنا فوق في فوق المنصة. قول يا ولد عليك يا فهد الأنصاري قول حلو يا فهد. ثمانية 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 قلنا ثمانية ويكسر الرقم القادسية بالتاسع باجي 14 دقيقة على كسر الرقم. فهد الأنصاري في الدقيقة 76 فهد الأنصاري إذن هدف حلو من فهد الأنصاري بالدقيقة 76 بهدف ثامن للقادسية بهدف ثامن. يا سلام عليك تقدم الحارس تقدم. طبعا حارس المرمى لما يكون اي لاعب برا منطقة ال 18 يبي يشوت من ضاري توصل الى ظفيري احمد ظفيري الى صالح الشيخ ظفيري الى فيصل عجب الظفيري الى الله كسر الرقم خلاص كسر الرقم القادسية كسر الرقم بالتاسع كسر الرقم بالتاسع كسر الرقم. الحق اللي تلحق خلاص خلاص في الدقيقة 33 من الشوط الثاني والدقيقة طبعا يعني قول حلو نقلتين ثلاث. شوف الظفيري شوف الظفيري شوف الأنصاري اللي بتقدم إذن تسعة أهداف تسعة كبيرة وأول مرة تحصل بين القادسية والجهرة كبيرة وعشرة ليش لا وعشرة ليش لا عشرة عشرة. العاشر فيصل عجب العاشر للقادسية العاشر للغادسية وتمرير والدفاع مفتوح الدفاع مفتوح. والدقيقة 44 89 من عمر المباراة فيصل عجب فيصل عجب 89 دقيقة 89 إذن هدف الثاني فيصل عجب هدف الثاني فيصل عجب إذن 10
لا انكسر الرقم وتأكد، مو بعد انكسر، انكسر الرقم